الهيئة الوطنية للصحافة اجتماع بعد ظهور اليوم الأحد ونكتب التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس حول ما يحصلون وواقع التعذيب التي تحدث في مصر. والهيئة بتعتبر أن هذا التقرير من أخطر التقارير التي أصدرتها المنظمة ضد مصر في السنوات الأخيرة، وهذا التقرير الأسود يحتاج أن نتعامل معه بمنتهى الجدية والموضوعية والمهنية، لأن المسألة تجاوزت الرد العاطفي أو الرد المنفعل أو الرد بالشعارات. كنت أتمنى أن ترصد المنظمة في تقريرها حجم المعاناة اللي بيتحمله رجال الشرطة ورجال الجيش وحجم العنف والإرهاب اللي بيقوم به مجموعات من المتطرفين والإرهابيين اللي الدولة بتقود حرب شرسة ضدهم هذه الأيام، بخصوص أن احنا ما عندناش حاجة نخبيها، ولو أن هناك شيئا ما فليتقدم فورا المختص سواء كانت المنظمة أو غيرها بالبلاغات إلى النائب العام للتحقيق والمتابعة، وإحنا هنأيدهم على فكرة ما عندناش أي مشكلة. لكن نفس التقرير زعم أيضا أن مصر فيها 40 ألف محبوس، لو أخذت الرقمين وصدقتهم حضراتكم شوفوا النسبة قد إيه وشوفوا التقرير إذا كانت الحقيقة هي ما يقول أم أن الحقيقة في مكانها. بد من التصدي لها بمنتهى الموضوعية والعقلانية، الحجة بالحجة والدليل بالدليل. تم الاتفاق على تنظيم لقاءات دائمة ومستمرة مع بين رؤساء التحرير والزملاء الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية والمراسلين الموجودين في القاهرة. الحقيقة مش أول تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في مصر وبالحالة وبالشكل اللي فيه قدر كبير من التعنت وغير المفهوم، يعني أو ربما يكون مفهوم، لأن احنا لما بنتتبع تقارير هذه المنظمة بنتلاقي الحقيقة شيء كبير جدا من الانحياز السافر وغير المفهوم. يعني احنا في مصر عندنا ظروف خاصة جدا، عندنا ثورتين، عندنا أحداث عنف. الحقيقة أنا مش عارف ليه ما أشاروش إلى كم ضحايا كتير جدا من جنودنا وضباطنا اللي استشهدوا وقتلوا خلال الفترة الماضية، يعني